أعتقد هذه المرة الثانية الثالثة، لذلك يأخذ أهمية كبيرة جدا، ليس فقط لأن عمان لها استقرار ولها قوانين تماشى مع الاقتصادي، وإنما لأن نحن نشيطين في واستفدت الكثير صراحة من المحاضرين وخبرة، كسبنا يعني نقاط إضافية للمستقبل. وفي عمان يعني كما تعرفوا في هناك الخطة الخمسية وكذلك المؤلفة الاقتصادية 2020، والحكومة قائمة بالواجب على الشباب الآن إعداد الرسوم الثقافية الوعدية ليواكبوا التغيير. أنا أعتقد المنطقات الآن جمع كبير حشد كبير يفيد من صدق، وأنا أتمنى من الجميع الحضور وغيرهم استفادة من وجهات النظر، وكذلك إن شاء الله سنواكب العصر. بارك الله فيك.